بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم في درس جديد. at the lost and found table. table يعني طاولة، lost المفقود، found الأشياء الموجودة. فمعنى اليونت في طاولة الأشياء الموجودة والمفقودة. أول حاجة عندنا conversation time، عاوزين نشوف المحادثة ما بين الولد ده والبنت دي. الولد ده بيقول ايه؟ بيقول what are you looking for. تاني بيقول what are you looking for، يعني انت بتدوري على ايه، عن ماذا تبحثين. راحت هي ردت وقالت له my watch I can't find it. تاني قالت له ايه؟ قالت له my watch I can't find it، قالت له عن الساعة بتاعتي انا مش لاقياها. word time بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ يلا بينا نشوف. listen and repeat. اول حاجة jacket، jacket يعني jacket. تاني jacket. تاني حاجة عندنا camera، camera يعني كاميرا، كاميرا. عندنا برضو umbrella، umbrella يعني شمسية، umbrella. وعندنا برضو wallet يعني محفظة، wallet. تاني wallet. عندنا برضو كلمة hairbrush، hairbrush يعني فرشة الشعر اللي احنا بنسرح بيها شعرنا. تاني هير براش، هير براش. وعندنا برضو كلمة لانش بوكس، لانش بوكس ده يعني صندوق الطعام. تاني يبقى اسمه ايه؟ لانش بوكس. وعندنا برضو كلمة كيز، كيز يعني مفاتيح. تاني كيز، كيز. glasses، glasses يعني نظارة، glasses. يلا نيجي بقى لحاجة تانية، ال practice time. listen and repeat. عشان نسأل عن الملكية بنسأل بأداة الاستفهام whose، يعني لمن. يعني مثلا عندنا حاجة عاوزين نعرف دي بتاعت مين، لمين، ملكيتها لمين، فبنسأل بهوز. بعد أداة الاستفهام هوز يجي الحاجة اللي احنا عاوزين نسأل هي بتاعت مين، يعني مثلا كاميرا أو كيز، هوز كاميرا أو هوز كيز. وبعد كاميرا جه إز، وبعد كيز جه آر، لأن كاميرا اسم مفرد فبتاخد إز، وكيز جمع فتاخد آر. وبعد كده هنقول whose camera is this أو whose camera is that. this لو كانت قريبة يعني هذه الكاميرا لو كانت قريبة، و that يعني لو كانت بعيدة يبقى تلك الكاميرا، و this و that الاتنين مع المفرد عشان كده استخدمناهم مع الكاميرا بس. ولو هنقول case يبقى نقول معاها this أو those. ذيس لو كانت قريبة، مفاتيح قريبة، وذوس لو كانت بعيدة. يبقى ذيس يعني هؤلاء يعني للجمع ولكن للقريب، وذوس هؤلاء للجمع برضو ولكن للبعيد. طيب ده السؤال، يلا نقول تاني السؤال whose camera is this أو whose camera is that. أو لو نسأل مفاتيح هنقول whose keys are this أو whose keys are those. الإجابة هتكون إزاي بقى؟ إحنا سألنا الكاميرا، الكاميرا دي بتاعت مين أو المفاتيح دي بتاعت مين. هنبدأ الإجابة ب it's أو they are. it's لو كان قصدنا على الكاميرا، الكاميرا مفرد وغير عاقل فهتاخد الضمير it وبعد كده is. ولو كان قصدنا على المفاتيح بنبدأ الجملة، نبدأ الإجابة ب they لأنها مفاتيح جمع وبعد كده are. وهنقول بقى حاجة
من الضمائر الستة دول: mine أو yours أو his أو hers أو theirs أو ours. يعني إيه الضمائر دي؟ الضمائر دي اسمها ضمائر الملكية. طيب دي بتختلف إيه عن الضمائر الملكية اللي إحنا خدناها الدرس اللي فات؟ ضمائر الملكية اللي إحنا خدناها الدرس اللي فات كان لازم يجي بعد الضمير اسم. في الضمائر الملكية دي هي بتبقى نهاية الجملة، مفيش اسم بيجي بعديها، بنقولها وبننهي بيها الجملة. طبعا ماين ده ضمير الملكية بتاع اي، انا، بتاعي، حاجة بتاعتي. يورز ضمير الملكية بتاع يو، انت او انتم. هيز ضمير الملكية بتاع هي، هو، يعني حاجة بتاعته. هيرز ضمير الملكية بتاع شي، هي. theirs ضمير الملكية بتاع they، و ours ضمير الملكية بتاع we. يعني مثلا هنقول it's mine، يعني مثلا الكاميرا دي بتاعتي، او it's yours، الكاميرا دي بتاعتك، او اي حاجة من الست دول. لو هنتكلم على المفاتيح هنقول they are mine، او they are yours، او they are his، على حسب هي بتاعت مين. نيجي بقى للفونكس تايم بتاعنا، listen and repeat. هنتعلم النهاردة ازاي ننطق الواي، حرف الواي اما يجي في الاخر. وفي منها نوعين: اما تكون بتنطق طويلة يعني مد في بعض الكلمات، وبعض الكلمات تانية بتبقى قصيرة يعني مش مد. ازاي؟ يلا نشوف. يعني مثلا كلمة جولاي، جولاي، لاحظنا ان احنا مديناها جولاي، يعني شهر يوليو. وبرضو في كلمة شاي، 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 يعني خجول. برضو مديناها في كلمة ايه تاني؟ في كلمة سكاي، سكاي، يعني السماء، سكاي، السماء. طيب وفي بعض الكلمات تانية بتيجي بقى قصيرة مش ممدودة، زي ايه الكلمات دي؟ عندنا بيبي، بيبي نطقه قصير. وبرضو عندنا في كلمة كاندي، كاندي يعني حلويات، كاندي الواي برضو جه نطقها قصير. ففي بعض الكلمات بيجي الواي نطقها طويل ممدودة، وفي بعض الكلمات بتبقى قصيرة. نيجي بقى الجزء الأخير من الدرس بتاعنا، هو التمرين. سيركل، سيركل يعني اعمل دايرة على الإجابة الصحيحة. أول سؤال عندنا this ولا this is a camera؟ إحنا الصح اللي إحنا نقول this is a camera ولا this is a camera؟ مين شاطر يقول؟ ها، برافو. إحنا هنقول this is a camera. ليه هنقول this is a camera؟ لأن أولا camera مفرد، فذيس للمفرد، هذه المفرد، ذيس لو كانت حاجة جمع. وكمان الكاميرا قريبة، فاحنا فذيس برضو ذيس دي للحاجة القريبة. سؤال تاني هنقول those are keys ولا these are keys؟ انه اللي هنختارها او انه الاصح؟ المفاتيح اهي شايفينها بعيدة عننا اهي. هنقول those are keys ولا these، ولا these are keys. للبعيد بنستخدم ايه؟ برافو البعيد، هنقول those لان المفاتيح بعيدة وبرضو جمع، فthose و these الاتنين ينفعوا للجمع، لكن لانها بعيدة هنختار those. عندنا سؤال تالت هنقول that is an umbrella ولا those is an umbrella. برافو، هنختار الاولانية that، لان umbrella مفرد وthat اللي تنفع للمفرد، those ما تنفعش للمفرد، those للجمع والبعيد، لكن that للمفرد والبعيد، واحنا ملاحظين ان umbrella مفرد وبعيد، فthat هي اللي هتنفع. سؤال تاني the glasses is theirs ولا his؟ النظارات دي هنقول له عاوزين نقول النظارات دي بتاعته، بتاعت الولد ده،
هنقول theirs ولا his؟ انا واحدة فيهم اللي تنفع. برافو، هنقول his لان his ده ضمير الملكية بتاع هو، ما ينفعش نقول عليه هو theirs لان theirs جمع، فهنختار his. وبكده الدرس بتاعنا خلص. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.